السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد موضوع فيديو النهارده هو كيفيه استخدام رقمين للهاتف على واتساب واحد يعني اغلبنا بيكون عنده خطين او رقمين للهاتف ولكن التليفون بيكون عليه تطبيق واتساب واحد كيفيه استخدام الرقمين الهاتف ويمكن ارسالك رسائل من خلالهم عن طريق الواتساب باستخدام تطبيق واتساب واحد وبدون أي برامج خارجية. تعالوا نشوف الخطوات يا أصدقائي. زي ما احنا شايفين أنا عندي هنا تطبيق واتساب واحد. طبعا ده تطبيق واتساب للأعمال. لكن أنا بتكلم عن التطبيق الواتساب الرئيسي. وممكن تطبق الخطوات على بعض التطبيقات الأخرى زي الفيسبوك والماسنجر وهنشوف إيه التطبيقات المتاح إننا نستخدم فيها نفس الطريقة. بنروح للإعدادات وهنا أصدقائي بنروح على البحث عن هذا الإختيار إسمه الميزات المتقدمة تضغط عليه وهنا أصدقائي بيكون عندك إختيار المرسل المزدوج هذا الإختيار بنضغط عليه وهنا بيظهر لك التطبيقات اللي يمكنك من خلالها عمل تطبيقين أو إستخدام تطبيقين على هاتف واحد. لو فعلنا الواتساب مثلا نضغط على تثبيت نضغط على تأكيد تمام وبنضغط على التالي نضغط على نعم وتم التفعيل بنعود للشاشة الرئيسية زي ما احنا شايفين يا أصدقائي أنا كان عندي تطبيق رئيسي واحد بس أصبح عندي تطبيق إضافي اللي هو تطبيق الواتساب ده. لو ضغطنا عليه كده زي ما احنا شايفين بإمكانك من خلاله إنك تسجل بهاتف آخر غير الهاتف الخاص بيك يعني بتستخدم هنا هاتف وعلى التطبيق الرئيسي هاتف بدون طبعا ما تضيف واتساب آخر زي واتساب الأعمال أو تطبيقات أخرى وطبعا الطريقة دي ممكن تطبقها على عدد من التطبيقات الأخرى اللي شفناها يارب يكون الشرح أفادكم.